عمر حسن أحمد البشير اليوم أربعة أوامر طوارئ تتعلق بتخفيض سلطات ومنح حصانات وحظر التجمهر والتجمع والمواكب والإضراب وتعطيل المرافق العامة وتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي وتحديد ضوابط خروج النقد والذهب عبر الموانئ والمعابر، وحظر توزيع وتخزين وبيع ونقل المحروقات والسلع المدعومة خارج القنوات الرسمية. ويبدأ العمل بهذه الأوامر من تاريخ التوقيع عليها وتنتهي بانتهاء المدة المحددة بالطوارئ، وهذه الأوامر كالآتي: أمر طوارئ رقم 1 لسنة 19 و2000 بتخفيض سلطات ومنح حصانات. فوض هذا الأمر القوات النظامية السلطات الآتية: ألف دخول أي مباني أو تفتيشها أو تفتيش الأشخاص، باء فرض الرقابة على أي ممتلكات أو منشآت، جيم الحجز على الأموال والمحال والسلع والأشياء التي يشتبه بأنها موضوع مخالفة للقانون وذلك حتى يتم التحري أو المحاكمة، دال حظر أو تنظيم حركة الأشخاص أو نشاطهم أو حركة الأشياء أو وسائل النقل والاتصال في أي منطقة أو زمان، ها اعتقال الأشخاص الذين يشتبه في اشتراكهم في جريمة تتصل بالطوارئ، واو أي سلطات أخرى يراها رئيس الجمهورية ضرورية. وأعطى الأمر النائب العام سلطة التقرير بشأن رفع الحصانة عن أي شخص متهم بارتكاب جريمة معاقب عليها بموجب قانون الطوارئ وحماية السلامة لسنة 1997 أو اللوائح أو الأوامر الصادرة بموجبه. ونص الأمر على أن ينشئ النائب العام نيابات الطوارئ ويصدر القواعد التي تنظم إجراءات التحري والتحقيق والاستئناف، كما ينشئ رئيس القضاء محاكم الطوارئ ويصدر القواعد التي تنظم المحاكم والاستئناف. أمر طوارئ رقم 2 لسنة 19 و2000، ونص هذا الأمر على الآتي: يحظر التجمهر والتجمع والمواكب غير المرخص بها، يحظر قفل الطرق العامة وإعاقة حركة سير المواطنين ووسائل النقل، يحظر التقليل من هيبة الدولة وأي رمز من رموز سيادتها أو أي من أجهزتها أو العاملين بها بأي وسيلة أو فعل، تحظر الإضرابات والتوقف عن العمل أو الخدمة أو تعطيل المرافق العامة، يحظر التعدي على الممتلكات العامة والخاصة والتخريب وترويع المواطنين والإخلال بالأمن والسلامة العامة، يحظر إقامة الندوات والتجمعات والفعاليات المختلفة والأنشطة إلا بإذن من السلطة المختصة، يحظر إعداد أو نشر أو تداول الأخبار التي تضر بالدولة أو المواطنين أو تدعو إلى تقويض النظام الدستوري القائم أو بث روح الكراهية أو العنصرية أو التفرقة بأي وسيلة من وسائل النشر المرئي أو المسموع أو المقروء أو أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، يحظر إعداد أو نشر المعلومات والصور والوثائق والمستندات الشخصية الخاصة بأي شخص يشغل وظيفة عامة أو أسرته، يحظر مقاومة السلطات المختصة أو رفع الانصياع لما تصدره من أوامر أو توجيهات، يحظر التجوال في المواعيد المحددة للحظر بواسطة السلطة المختصة، يحظر نشر المعلومات أو التعليقات المتعلقة بالتحريات أو التحقيقات في الدعاوى الجنائية دون إذن النيابة العامة، وكل من يخالف أحكام هذا الأمر عن طريق ارتكاب الفعل أو التحريض أو المقاومة أو التداول يعاقب بالإضافة لأي عقوبة منصوص عليها في أي قانون آخر بالآتي: السجن مدة لا تزيد عن 10 سنوات والغرامة، مصادرة الوسيلة أو المال المستخدم في ارتكاب أي فعل محظور بموجب هذا الأمر. أمر طوارئ رقم 3 لسنة 19 و2000 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي وتحديد ضوابط خروج النقد والذهب عبر الموانئ والمعابر. ويحظر في هذا الأمر: 1. التعامل بالنقد الأجنبي بيعا أو شراء خارج القنوات الرسمية. 2. يحظر حمل أكثر من 3000 دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى لأي شخص مسافر عبر أي ميناء جوي أو بحري أو أي معبر بري. يحظر حمل وحيازة ما يزيد عن 150 جرام ذهب مشغول لأي مسافر خارج السودان عبر أي ميناء جوي أو بحري أو بري. يحظر حمل أو حيازة أو أي تخزين أي كمية من الذهب الخام
أيا كان شكله من غير المرخص لهم بالتصنيع أو التصدير. 5 يجب على كل من يحمل أو يحوز أي ذهب خام أيا كان شكله أن يلتزم بالضوابط الصادرة من السلطات المختصة والتي تحدد ضوابط نقل الذهب من منطقة إلى أخرى أو التعامل فيها. ونص الأمر على أن كل من يرتكب أو يشارك أو يعاون أو يسهل أو يسمح بارتكاب أي من الأفعال المحظورة بموجب هذا الأمر يعاقب بالإضافة لأي عقوبات منصوص عليها في أي قانون آخر بالآتي: ألف، السجن مدة لا تزيد عن 10 سنوات والغرامة، مصادرة العملة سواء كانت سودانية أو أجنبية، والذهب الخام والمشغول الذي تم ضبطه بالمخالفة لهذا الأمر، تصادر أي وسيلة تم استخدامها في ارتكاب الفعل المحظور. أمر طوارئ رقم 4 لسنة 19 و2000 بحظر توزيع وتخزين وبيع ونقل المحروقات والسلع المدعومة خارج القنوات الرسمية، ويحظر هذا الأمر حظر التعامل في المحروقات. ألف، يحظر على أي شخص تخزين أو بيع أو نقل أي محروقات بترولية، جازولين، بنزين، غاز، فيرنس إلا بموجب تصديق من السلطات المختصة. يحظر نقل المحروقات جازولين، بنزين، غاز، فيرنس خارج الحدود السودانية. جيم، يحظر على أي جهة تعمل في نقل المحروقات تفريغ أي شحنة أو جزء منها في أي موقع يخالف ما هو محدد في استمارة الشحن والتخصيص الصادرة من المؤسسة العامة للنفط. دال، يحظر على أي محطة خدمة بترولية أن تقوم ببيع أو تعبئة أي محروقات بالمخالفة للضوابط التي تصدرها السلطات المختصة. ها، يحظر على أي محطة خدمة بترولية أن تقوم ببيع أو تعبئة محروقات إلا داخل الوعاء المصمم لذلك داخل كل عربة. واو، يحظر بيع الجازولين والبنزين والغاز والفيرنس خارج محطات الوقود أو المستودعات. حظر التعامل في الدقيق، يحظر التعامل في الدقيق المدعوم من الدولة بالبيع أو الشراء أو النقل أو التخزين أو الحيازة أو الاستخدام في غير الغرض المخصص له بالمخالفة للضوابط المحددة من السلطة المختصة. تهريب وبيع السلع والبضائع، يحظر نقل أي سلع أو بضائع إلى خارج حدود السودان إلا بموجب تصديق من السلطات المختصة. العقوبات، بالإضافة إلى أي عقوبة منصوص عليها في أي قانون آخر، كل من يخالف أحكام هذا الأمر يعاقب بالآتي: السجن مدة لا تزيد عن 10 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 50,000 جنيه سوداني، مصادرة الكميات التي تم ضبطها بالمخالفة لهذا الأمر، مصادرة وسيلة النقل، إيقاف أو سحب الترخيص أو التوكيل.